لا تفوتوا عروض أيام الخير من فورد، وابحثوا الآن عن فورد رمضان. هذه النشرة برعاية فورد عمان. يناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف خدمة طلبة الدبلوم العام من ذوي الدخل المحدود. يتواصل في جامعة السلطان قابوس برنامج مشروع تنوير لفريق أجنحة التطوعي، ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل. دراسة بولندية جديدة تؤكد أن ضوضاء الطائرات يمكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان.